كاين تجارب. وي شاب واحد صرات حاجه في وقت سابق وتسربت فيديو تحت عنوان فضيحه الشاب وحيد. من هذاك الوقت وحيد ما ردش ولا ما حكاش في الموضوع. لديك الجرأة وحيد ومستعد انك ترد وتحكي في الموضوع الان وعلى المباشر. Bon, c'est vrai que la vidéo هذيك خرجت وماشي يعني فيديو اللي فريمون كانت تطلب باش تتضخم في هذاك الوقت باسكو سي فيديو عادي وكنت نتكلم نورمال سي فري ممكن بالك اخطات كنت نقول في لا فيديو بالك شي كلمات يعني ونعاود نطرف ونعتذر للجمهور مي ماشي لدرجه تاع وين تتضخم وين بالك سي فري كانوا الا واحد اللي بالك ما يستناوش كذا ولا ولا مي عفسه سي بيرسونال شغل تقدر تسمى اي انسان ولا اي انسانه يكون في هذيك اللحظه مي الحمد لله وكما يقول لك ما حنا وفاتت وما نتمنوهاش لغيرنا هذا واش نقدر نقول وي هلك اعتذار تريد ان تقدمه الان ولمن؟ اعتذار اني كنت نقول به كنت نقول فيه دوكا باللي بالك في هذيك العفسه في هذيك بالك لا فيديو ممكن مي نعاود لكم نوتر فوا نعتذر ونقول باللي ماشي هذيك مش هذا كل وجه تاع واحد تعرفوني باللي انسان فرونش وانسان انسان حنين وانسان دي ما عنديش دوبلو فاس و توجور الثقه تاعكم كي تعاودوا ديروا فيا ثقه اللي نزيدوا ديروا لي لعب في ظهري ونقول لكم نوتر فوا نعتذر منكم باسكو سي غراس الجمهور اللي ماشي فنان اي انسان يلحق وين راه حب بالجمهور